طبعاً اليوم طبختنا من المطبخ التركي على قولة أبو علي، اللي هي طبخة أبو علي داود داود باشا. داود 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 باشا من المطبخ التركي. راح نشوف إبداعات الشباب وهل عندهم خلفية عن المطابخ التركية والطبخ التركي، ولا أنهم من الرز والكبسة وجاي. أبو علي هلا والله. طبختنا، أبغى السر اللي خلاك تختار الطبخة هذه اليوم ليش؟ ما في سر والله، توفر المكونات. جميل. وطبخة سهلة وسلسة ومعروفة بالمطبخ الشرقي، يعني هي موش يعني مختصرة على أنه تنطبخ عند الأتراك، لا، بس تنطبخ بسوريا وتنطبخ ببلاد الشام، بس أساسها تركي يعني. أتوقع أنه أساسها تركي. طيب هل تعتبر طبخة تأخذ وقت طويل؟ لا لا ما بتأخذ وقت، هي عبارة عن لحم مفروم بيتكور وبينشوى شوي بالفرن، وبعدين بينزل على تكشينة الشباب اللي بدهم يسووها، والبطاطس المقطع، وبتنطبخ مثلها مثل المرقوق، مثل لا أي طبخة، مثل البامية. لأن المرقوق ما قد طلع مرقوق هنا، فكنا يا أبو علي. طبخة تطلع بالنهاية فعلا هي نفس الطبخة اللي أنت تبغاها. طبعا بانتظار إلى الآن سياف الحارثي وعبد الله شلهيب، نذكركم بهاشتاق اليوم سكريبت 44، نبغى تفاعلكم سواء عن الطبخة بما أنها من المطبخ التركي يعني، أو تفاعلكم للشباب كنصائح وكمعلومات وك يعني إثراء لنا حنا وإثراء للمشاهد، زائدا اسم المتسابق. يعني بالعادة حنا متعودين أن اسم المتسابق يكتب الحالة بالهاشتاج، ولكن خلونا نغير، خلونا نشوف صور الغداء اليوم، صور قهوة العصر الحين، الحلا طلعتكم، اللي رايح يتقهوى برا، اللي رايح يتغدى برا، علشان يكون حتى التاج جميل وفيه تغذية بصرية. نبدأ يا أبو علي. طبعاً نشرح شوي عن الأكلة والشباب يسجلوا بين ما يجوا الشباب، على بال ما يجون الشباب، أو نبدأ دام كل فريق حاضر منه واحد. أول شيء نسلم على المشاهدين الكرام وعليكم جميع. الله يسلمك. الأكلة داود باشا عبارة عن، تعتمد على اللحم المفروم. اللحم المفروم راح نتبله بالبصل والملح والفلفل الأسود. جميل. فقط، ويحبذ أنه يكون فيه عرق بقدونس بسيط. هذا شرح للمشاهدين ولا للشباب يبدأ نسجله؟ للجميع. سجلوا سجلوا سجلوا. اللحم المفروم راح نقول المكونات. أول حاجة لحم مفروم، صلصة طماطم، طماطم، بصل، ثوم، بطاطس، فلفل رومي، وعندي رز على طرف راح نطبخ معها رز أبيض، وفي ناس بتسوي رز بشعيرية، احنا راح نسوي رز أبيض سادة. أول مرحلة راح نتبل اللحم، نتبله ببصل مفروم بالسكين ناعم مع ملح وفلفل أسود. جميل. يتبل اللحم بالبصل، بالبصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود، ثم يكور إلى كوار ويوضع في صينية الفرن، اللي هو اللحم المفروم. اي نعم، يصير كذا كوار، كوار بحجم طابة البيمبو وأصغر شوي. نسويه كوار، كوار صغار. أنا بعطيك حجم الكرة، ما في مشكلة. طيب، وتنحط بصحن مدهون بزيت شوي، مدهن صحن الفرن بقليل من الزيت، ومنصف الكوار بصحن الفرن ومندخل الفرن، نعطيها شوية سريعة ما تتعدى العشر دقائق. كيف حالك سياف؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا رب. شويناها عشر دقائق، سجل الوقت وال. طيب، مفروم ملح، ملح، فلفل أسود، وبصل مفروم. ليش مفروم الأسود؟ فلفل أسود. طيب كده خلصنا من اللحم، طلعناه بعد عشر دقائق. منقطع البصلة الثانية ونحمسها على زيت حار مع حبة الطماطم والصلصة والثوم والفلفل الرومي. طيب كده صار عندك كشنة. نقطع البصل، نقطع البصل ونحمسه على زيت حار بالقدر، ونضيف له الثوم، الثوم المفروم، ايه، وبعدها الفلفل الرومي والطماطم. هنا بضيف لتر مي، كوبين ونص ماء او لتر. بالمرحله هذه اثناء غليان الطبخه هذه، بقشر البطاطس وبقطع لمكعبات كبيره. حلو. البطاطس مكعبات، مكعبات كبيره خشنه شوي، وبضيفها على المرق العميق لي. جميل. اول ما بتستوي البطاطس، اول ما بشوفها انها استوت، باخذ اللحم اللي شويته بالفرن وبنزله على الطبخه.
بس اشوف استواء البطاطس صح؟ ايه بعد استواء البطاطس يضاف اللحم المشوي المكور والمشوي بالفرن. طيب يضاف على الطبخه. يضاف وين ابو علي؟ على البصله على الكشنه الحركات مع طبخه واحده عندنا بس ما يعني ما احلاهم يحطوا الكرات على اللحم على الرز لا بالطبخه اللي عم تغلي. يا سلام وبنتركها عم تغلي حتى تتكاسف وتربط مع بعضها صح وتتعقد. بيكونك انت طبخت الرز ابيض على طرف والاكله هيك بتكون جاهزه. والرز طيب حبيت بدك تسلق الرز تطبخه لحاله. ايه الرز بالحاله. حبيت تصب صحن الرز وتحط عليه داود باشا شوي من الوجه او حبيت تصب صحن داود باشا لحاله وصحن رز لحاله على كيفك. يعني لك الخيار انك الخيار عندك صحن على صحن. جميل اي حلو خلص. في اي سؤال؟ سلامتك. طيب البهارات المشكله هذه لا شو بدك بالبهارات هاي؟ استخدمنا الفلفل الاسود وملح بس مع يعني بامكانك تحط مثلا شوي كزبره شوي كمون بس ما الاكله ما بدها بهارات كثير. هاي سؤال يا مشعل انت الوقت يعني يا ابو علي اللي تشوفه كافي وافي للطبخه 45 دقيقه. 45 والطبخه سهله وسلسه و45 دقيقه نبغى طبخه يا ابو علي الايام الجايه يصير 15 دقيقه 10 دقائق. هذه انا اقدر اسويها ب 20 دقيقه بس الخبره طبعا. حبيب عيني. طيب التايمر جاهز 45 دقيقه حبيب عيني. عطني التايمر على الشاشه 3 2 1 التايمر بدا يا شباب. شدوا حيلكم 45 دقيقه معكم. الله يعيني يا رب. Yeah, yeah, yeah.